في بقى طرق معينة الواحد يعني اللي عنده السكر ممكن يقي نفسه انه مثلا ما يجيلوش الضغط، يعني يقي نفسه عشان ما يجيلوش الضغط من الأعراض دي؟ في طبعا في ناس بيكونوا معرضين ان هم يدخلوا في الضغط، وفي ناس بيكون في عندهم ضغط بسيط. ففي نصايح للي معرضين للدخول في الضغط او اللي عندهم ضغط بسيط. اول حاجه تقليل الوزن الزائد، يعني اللي هو سمين شويه يبدا يقلل في الوزن. ممارسه الرياضه بانتظام، وده شيء مهم جدا. الاقلال من املاح الطعام والدهون، الاقلاع عن التدخين والكحوليات. ياكل اكل يحتوي على عنصر البوتاسيوم زي الموز والمشمش مثلا. يحاول يقلل من التوتر والضغوط النفسيه اللي بتكون موجوده في حياته وكده. فده هيكون يعني الى حد ما غير معرض ان هو يدخل في الضغط. ولو هو في عنده ضغط بسيط ممكن يتعالج من غير ما ياخد علاج، او ممكن ان النصايح دي تسهل ان هو العلاج يجيب نتيجه، او بتقلل من عوامل الخطوره والمضاعفات. دي اهم النصايح الخاصه لمريض الضغط، دي اهم النصايح الخاصه لمريض الضغط والسكر الاثنين معا يعني. تمام.